بطل مغربي اكثر من ربعات المرات، واول مغربي كيشرف البلاد في احسن شريف في البطولات العالميه قبل من 16 سنه ديال تركيا، ومن بعدها حرجت على بطل العرب مصر، وثاني عاوتاني بطولات المغرب شي تقريبا ربعات المرات زائد واصف بطل المغرب في ذاك الاوائل، وكثر من 8 مرات بطل عصبه الجنوب، والمده اللي قضيتها مع المنتخب الوطني تقريبا 14 سنه مع المنتخب الوطني، يعني من فاش كنت كادي وجنيور وطلعت سنيور، وكانوا شي دوافع اللي خلاو بلوكاو لي المسيره ديالي في الاماتور، هادشي علاش التجأت ومشيت للاحتراف مؤخرا، ولعبت مع السيد رحيل خالد رحيلو في الاحتراف، وكانت عندي الكومبا الاخيره في 2019 بالجديده كونتر جورجيا، وكانت عندي اخر كومبا مع جورجيا ربحتها بالضربه القاضيه. من طبيعه الحال هذا الشيء اللي لاحظناه ولاحظوا جميع المغاربه، يعني ديما تيكونوا لهم تيكونوا اسباب، وهذه الاسباب حنا كنعيشوهم دابا تقريبا بزاف ديال السنين، ونفس لي زولمبيك نفس المشاكل اللي تيكونوا، يعني شي حوايج، يعني السيستيم ديال اللي غادي به الجامعه هو اللي انه اللي تيخلي الملاكمين ما تيديروش نتائج، واخا تيكونوا الملاكمين كومبيتونس وعندهم عندهم طاقه وعندهم بزاف ديال الحوايج انهم يديروا نتائج اللي هي زوينه، ولكن الظروف ما كتعاونش. حنا كرياضيين يعني بزاف ديال الحوايج محرومين منها، وبزاف ديال الحوايج ما نقدروش نديروها، علاش؟ حيت الدوافع اللي يخليوك تزيد لقدام ما كاينينش، ما كاينينش شي شروط. وبالنسبه لهذا السؤال، هادو من الدوافع الكبار اللي تيخليوني دابا هاد المشاكل هاد قلت النتائج. مثلا في واحد اللحظه كنت انايا كنبريباري مع المنتخب الوطني، وكان عندنا كساعة كنبريباريو لي زولمبيك ديال لندن قبل من 2012 كنا كنلعبو، ومثلا كنت في اواج العطاء ديالي، يعني كانت عندي 20 سنه كانت عندي انا داك، وكنا تنبريباريو لي زولمبيك. فهذيك اللحظه يعني 20 سنه الناس تمشي تدي النتائج، حنا انا 20 سنه في ديك اللحظه كنت تنلعبو، كان عندنا هنا كاس محمد السادس، كان في مدينه مراكش، نيت في المدينه كنا لعبنا كاس محمد السادس. هذا كاس محمد السادس كنت لعبت مع اول كومبا كانت عندي ضد واحد العراقي بارماريس كبير ومعروف على الصعيد الوطني العالمي، وربحتو في الجوله الاولى في الجوله الثانيه بالضربه القاضيه. انا ذاك في الكومبا الثانيه عندي تبدل البروغرام، وليت غادي نلعب مع الزميل ديالي اللي في المنتخب الوطني، وانا وليت نلعب على اساس من الجامعه من اساس الجاليه ديال فرنسا، وليت انا محسوب على الجاليه ديال فرنسا مهما انايا كنت بريباريت مع المنتخب وهذا، وليت مع الجاليه. وفاش كنت بغيت نطلع للكومبا قالوا لي على اساس ما تلعبش هذا الكومبا، وطلع غير ما تحاولش تلعب هذا الكومبا، دير بحال لام بليسي ولا هذا باش تطلع فورفي. قلت لهم علاش؟ قالوا لي حنا بغيناك المدى الطويل، وتصور انت عندك 20 سنه في الاواج ديال العطاء ديالك، الناس تيديروا تيمشيو تيديروا نتائج في ديك اللحظه، وقال لك لا باقي بينك حنا المدى الطويل. يعني امتى بغيتي المدى الطويل؟ نهار تكون عندي 40 سنه ولا 50 سنه. انا ذاك فاش انا تعرضتهم ولعبت قالوا لي المهم دوزت بون كومبا، ورغم هذاك الشيء الكومبا كانت ديالي وحرموني منها بالنقطه الصفر، اجي واخا ما كايناش كاع في تاريخ الملاكمه، رجعت وبقيت تنبريباري تنلعب هنايا. هنا من هنا بدات تجيك العرقله ديال مع الجامعه، يعني ما بقاوش يخلوني نلعب في الحفلات الكبار الانترناسيونال، وصافي وبقيت انا ديك المده ديال 3 سنين 4 سنين مع المنتخب الوطني، وكانوا عندنا مدربين اللي هما من روسيا واوكرانيا،
وكان داك الروسي المدرب الروسي كان ديك الساعه ديما في البريباراسيون تيشوفني سيريو خدام وفي النيفو ديالي مزيان وتنديرو بري سيليكسيون وتيختارني وتنكون في لا ليست من بعد تدوز واحد المده حتى تتقرب ديك الكومبيتيسيون تنتحيد ما تنكونش باقي. علاش شنو هو السبب؟ السبب يعني هذا هو المثال. بحال دابا تيجي شي مدرب اجنبي تيختار شي اتليت فاش يختاروا انه هذا هو اللي غادي يمشي يشرف البلاد. لا، كاينين ناس في الجامعه اعضاء في الجامعه تيحرموا داك الشخص وتيديروه هما اللي بغاو، ماشي تيديروا الناس اللي كومبيتونس والناس اللي تستاهل والناس اللي تقدر تمشي دير نتائج. لا، تيكونوا الناس اللي مسيطرين على هادشي، وهذا هو المشكل في جميع الرياضات عندنا. كيف تنشوفوا نيت في الكره في اي حاجه، يعني ديما المشكل هو ان الناس اللي تكون تستاهل والناس اللي كتخدم وتمشي دير نتائج ديما تيحرموهم منها. هادشي ماشي فاجئني، حيت انا عشت هاد الظروف وعشت مع هاد الدراري وتنعرفت انا كاع هادشي وعشتو وكذا، ولكن غير الدراري وانا وكيف انا سكت على بزاف ديال الحوايج يعني سنين واعوام هادي، هاد الدراري هادو اليوم ما قدروش يصبروا واتحدوا انهم يقولوا. حنا كنا واحد الوقيته ما تلقاوش مع من تحدو، تلقى غير بنادم تيتخبى من واحد اخر، صافي انك تتفضل تسكت باش ما تجبدش شي صداع، باش ما تدير شي فتنه، باش هكا انتيا ما يوقفوليش دوك الناس في عرقاله في حياتك، حيت باش ما انت تكلمتي على حقك، باش ما تيوقفوا تيضضوك ما كاينش اللي يساندك ويعاونك، يعني تيوقفوا ضدك، يعني تتفضل انك تسكت باش ان ما ربما يخليوك تخدم على راسك، مي تتشوف ان هاد المده وتتشوف راسك تضيع كأنا رياضي ولا كأي رياضي تيشوف راسو تيضيع وعنده واحد البوسيبيليتي باش انه يمشي بعيد ولكن تيبقى محدود. وبحال بالنسبه لهاد المشاكل، هاد المشكلة ديما تنعيشوهم حنايا في المنتخب وديما تنعرفوا هذا وديك تيفرض عليك السلطه ولا الى صافي نتايا بينك وبينه شي مشكل تيوقف لك نتا حياتك وهو راه بعيد كل بعد على هادشي. يعني انا اتليت الى بيني وبينك شي خلاف تيبقى بيني وبينك، شتي ما نقدروا كاع نهضروا ولا نتعاملوا، ولكن تنحترموا الرايه الوطنيه وتنحترموا الميتي تنحترموها. مخاسمين يعني داكشي خدمه والخسام خسر، هادشي تيدخلوا فيه الناس. يعني اذا كان عندك شي مشكل انت مع شي حد تيوقف لك انت حياتك انه يبقى لك عرقاله في حياتك، ما يخليكش تركز على 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 لونطريما وما يحق. وهادشي من اهم حاجه هو الكونسونتراسيون، يعني فاش تكون الكونسونتراسيون راه تتكون غادي مفوكسي على واحد الهدف غادي تخدم عليه. مي دابا كيف تلاحظوا راه الدراري راه تريناو ولكن الدماغ ديالهم ما كاينش، حيت الفيزيك وسيختو رياضه الملاكمه كتطلب كتبغي العقل اكثر ما كتبغي القوه. هذا علاش الدراري ما مشاوش يديروا النتائج، حيت ماشي المشكل ديالهم، المشكل ديال التسيير. وكنتمنوا من هذا الشيء يحبس بركه، حيت هذا الشيء انا راه بديت صغير ودوز دابا ثلاثه تاع الجينيراسيون. انا الاخ ديالي باقي كيلعب ودخلت للمنتخب الوطني، حليت عينيا في المنتخب وكبرت وضربت وتقاتلت، يعني 14 سنه خارج ما كاين والو. يعني وهذا الشيء اللي تنشوفوا من هنا اللي قدام دراري كذلك تيخرجوا بنادم تتخلي قرايتك تتخلي خدمه تتخلي تجي واحد النهار كتخرج من المنتخب سواء درتي سواء ما درتي ما تيفورميوك دير التدريب من بعد دير شي حاجه تزيد بها اللي قدام تعاون بها الناس ما تيخلوكش دير والو صافي. ومن بعد الرياضي راه فاش يسالي عنده واحد البيريود ديال الحياه ديالو، يعني راه تيخرج تيخصو اش يدير هذا الرياضي من بعد. يعني الا ما عاونتوه وزدتو به وعطيتو واحد الفورماسيون ديال التدريب ولا لاربيتراج ولا اي حاجه في نطاق تاع الرياضه، هو اللي غادي يعطي لديك الرياضه، هو اللي غادي يطلع اشباب. يعني ولا ما كاينش هذا الشيء راه ما غادي يكون ما كاين والو. هذا الشيء علاش تنلقاو الناس في واحد الميدان لا علاقه مع والناس تاع الميدان. بحال دابا الرياضي فاش يتخلق في واحد الرياضه وتيعطي بزاف
وتيخرج راه تتلقى تيمشي تيخدم واحد الخدمه اللي ماشي كاع في المستوى ديالو، تيمشي تيتقاتل كذا باش يكونتينيو حياته. هذا علاش من هذا الشيء تبدل بين يكون عند الانسان. شوف مهما كان عندك تتشوف واحد المستقبل زوين وهذا راه تتقاتل باش ما الرياضي تتريحوا من تعطي واحد لوبجي وتتريحوا فيه امام انه تعطي الكل في الكل. حتى هو راه حنا راه تنمشيو تنطمعوا بين النتائج وبين نديروا بين نديروا بين نديروا، ولكن فين كنمشيو راه ما غاديش دير نتائج. علاش؟ حيت الله اللي تيعلم بك والله وداك الشيء اللي سينو راه ما غاديش تمشي دير نتائج هكا. حنا تنمشيو بالعشوائيه، والميداليه فاش تدار كدار بالعشوائيه، ما كدارش على شي على مبنيه على شي برنامج وبرنامج صحيح. راه ما كاينش هنا، راه الانديه مكرفسين، الدراري مكرفسين. وفاش تلقى راه بحال دابا نعطيك اقل حاجه راه 4 الميداليات في تاريخ المغرب، 4 نحاسات. اخر نحاسه من بعد الاخ ديالي راه دارها الصديق ديالي الربيع محمد. وكيف تلاحظ الجميع راه يعني راه حنا راه في بلاد زعما راه متقدمه، راه زادت القدام وبزاف ديال الابطال كاينين غير هنايا مشتتين، هما اصدقاء ديالي وكذا وقادرين يديروا بزاف ديال الحوايج، ولكن راه ما تلقاوش الدوافع، ما تلقاوش الحوايج اللي يزيدوا بهم القدام. هذا تيعملوا تيكبر الانسان وما تيكونوش نتائج. ما صار رياضي تضيع والبلاد ما كتبقى محدده وتبطل لها النيفو ديالها.